عين طبت الدواوين 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 بعباية محرقة بنار الصواوي وينشدون عني ويسألون هاي طبت منين هاي طبت منين ما يدرون بيان اخت الحسين خويا ويحرقون يحرقون قلبي وينشدون جا عباس البطل وين يا والله جا عباس يا البطل وين أجركم الله وفي خربة الشام وفي تلك الأيام طفلة للحسين بكت كثيرا رأت أباها في الرؤيا جلست مرعوبة عم زينب أين والدي الحسين بكت الأسرة بكت العائلة سمع يزيد أن طفلة للحسين رأت أباها في المنام فجلست تبكي أجركم الله قال ابعثوا إليها برأس أبيها فوضع الإناء بين يدي رقية وكان مغطى فقالت لعمتها زينب عم زينب أنا طعام ما أريد أنا أريد أبوي الليلة قالت عمه مبتغاك في هذا الإناء لما رفعوا المنديل نظرت إلى رأس أبيها يا فبكت ونادت أبا أبا من الذي قطع رأسه أبا أبا من الذي خضب شيبتك احتضنت الرأس وضعت فمها على فم أبيها يا تقل لها لا يا بجيتك يا العميد يا العميد يا هلال عزنا بليلة العيد بويا ليش قطعت بينا يا صنديد وعفتنا ويا ناس الموش جاوي احتضنت رأس أباها إلى أن هدأت وسكنت أجركم الله مولانا زين العابدين التفت إلى عمته زينب قال عم زينب عظم الله لك الآن قالت يا ابن أخي بمن قال عم إن رقية ماتت على رأس أبي أين الصارخون وحسينا وغريبة تقل له والله حيرتني يا حسين والله حيرتني اخويا انا حرمة بجريرة كلفتني انعم جوابا يا حسين أما ترى شمر الخنا بالصوت كسر أضلعي شرد عانتب اسمع كلمات زينب قبل الدعاء الليلة جمعة شردعاتي وان
عن اخوتي بكربلاء ظل ورميه شردعانتي والحبل ملتف على متوني وايديا وانا حرمه بلا ولي ما بين ميه. يا الله الليله جمعه احبائي. يا اول الاولين ويا اخر ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم ارفع لصوتك ولا جت قبل لا تطلب حاجتك ولا جت ولا جت اش كثر شافت هضم زينب ولا جت اش كثر شافت هضم زينب ولا جت ولا جت ومثلها منسبت حرمه ولا جت تقول يا ريت ميت انا قبل حسين ولا جيت ولا شوف انا مصاب الغاضري ولا اشوف انا مصاب الغايه حاضري على نفس الون اقرا وياي ثلاثا يا سري